دكتور، هل التوحد ممكن يتحسن أو يتأخر بسبب عوامل، إن كانت عوامل نفسية أو أي عوامل خارجية أو لا؟ صحيح، أكيد طبعا، أكيد أي اضطراب، مش بس التوحد، يعني أي اضطراب لم يتم احتوائه النفسي بطريقة صحيحة، لا طبعا بلاقي ان انا في عندي ظهر زياده في حده الاعراض اللي موجوده. يعني الامهات اللي عندها طفل عنده توحد سواء في البيت او في المدرسه ولم يتم احتوائه النفسي بطريقه صحيحه، بلاقي الامهات بتشتكي ان هو بقى عنيف جدا، بقى عصبي بزياده، بقى عنده يعني ميول للتخريب والتكسير طول الوقت، ان ممكن يحصل عندي فكره ان هو يحصل له تبول لا ارادي. كل المشاكل النفسيه مع فكره ان انا مش عارف اظبط حواليه العوامل البيئيه اللي هي بتاثر بطريقه مباشره على الجوانب النفسيه عند الطفل، ان هو يحس ان انا، انت متخيله ان هو بيتقارن او ان هو مهمل. عندي طفل ربنا وهبهولي سوي ما فيهوش اي حاجه، فهو ده اللي طول الوقت انا مهتمه بيه والتاني مش موجود خالص. يعني معنى كده ان استجابتهم العاطفيه موجوده، الذكاء العاطفي هو اللي موجود، ان انا اقدر اميز اللي بيحبني واللي بيكرهني، الاهتمام من الاهمال، الحب والتقبل من الرفض والتجنب، لان في اسر اصلا ما بتطلعش ولادها بالظبط اللي عندهم الاضطرابات دي، او ان هي طول الوقت بتبقى مقعداه وهي، يعني انا بشوف طبعا يعني ناس قاعدين كده ومسكاه كده ومحطه رجلها محوطاه علشان مش عايزاه ان هو يقوم يضايق اي حد او في اي حد بالناس بالظبط، يتكلم او يعلق، ان هو يقلل لها منه او يحسسها هي ان هي فيها مشكله او جايبه مشكله للمجتمع. طب دي تقول لها ايه الام اللي بتتعامل مع ابنها بالشكل ده؟ انا مش هقول لها هي، انا هقول للمجتمع من قبلها. فكره ان احنا دلوقتي حاليا بنعمل مسلسلات وبدانا في التوعيه وان احنا نكثف لفكره وجود الاي دي اتش دي، فرط الحركه وتشتت الانتباه، وده كان عمل في رمضان السابق او اللي قبله، ودلوقتي مسلسل بيتكلم عن التوحد. انا بظهر للنور ان الناس دي ناس يعني ربنا سبحانه وتعالى خالقها، ناس اساسيه، ناس من المجتمع، ما ينفعش ان انا انكرهم او ان انا اتعامل معاهم بتقليل او اهانه او رفض. يعني في امهات بتجي تقول لي انا ابني مثلا وصل ل10 سنين وما طلعش من البيت، والله ما طلع من البيت، تقول لي كده لفكره ان انا مش عايزه يتقال عليا ان انا عندي ابن عنده مشكله، او ان انا المجتمع يبقى رافضني ويشوفني ان انا حد فيا انا مشكله عشان كده جبت طفل فيه أعتقد مشكله. لا يا دكتور، يعني اعتقد ان الامهات اللي بتخاف تخرج اولادهم من البيت ممكن يكونوا خايفين من فكره الاندماج او خايفين عليهم من المجتمع. فكرة التقبل، أنا لو عندي مشكلة ومتقبلاها ده هيفرق كتير من أن أنا رافضها. فأنت في البداية بتكون عندك بس وسط مجتمع بيساعدك، أنت بتقدري أن أنت خلاص تواجهي بثقة طبعا. لما حد يسألك هو ابنك ليه غريب كده، لا هو مش غريب، هو مميز طبعا. فبتبدأ أن أنت تتكلمي على أن دي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، ووهبك طفل عنده قدرات خاصة مش عنده قدرات معدمة.